بداية طبعا يعني الوقت خلاص باقي ساعات قليلة جدا وتبدأ يتم فتح صناديق الانتخاب للناخبين للإدلاء بأصواتهم في دول العالم. توقعاتك لنسبة مشاركة المصريين في الخارج؟ هو عايز أقول لحضرتك طبعا في البداية ده يعني ابتداء من بكرة هيظهر وعي الشعب المصري ووعي المصريين في الخارج، لكن التجارب السابقة تؤكد على حاجة مهمة جدا. يعني كان في انتخابات في 2014 و2018 ومن قبلها أيضا كان في الدستور وخلافه. طبعا كل ده أثبت أن في لدى الشعب المصري وعي كبير جدا، وخاصة المصريين المتواجدين في الخارج، لأن المصري المتواجد في الخارج ده بيبقى حاسس أنه هو عايز يبقى قريب من بلده، عايز يقدم شيء لبلده، شايف هو من بره الأزمة اللي بتمر بالعالم كلها وشايف التحديات اللي بتواجه الدولة المصرية بشكل كبير، فمن حقه أو هو عايز يبقى ليه دور في داخل الدولة. دوره ده طبعا من خلال الانتخابات ان هو يروح يقف في السفارة المصرية او القنصلية ويدلي بصوته، يدلي بصوته لمصلحة الدولة. هو احنا شايفين خلال الفترة برضو الاخيرة كان في المصريين في الخارج كان ليهم دور كبير جدا. المصريين في الخارج ليهم ادوار كتيرة، اهمها طبعا هم مصدر كبير من مصادر الدخل القومي المصري من خلال تأكيد. طبعا تحويلات المصريين اللي في الخارج. دي نقطة هنتكلم مع حضرتك فيها، لكن خليني اسأل حضرتك، هل هذا الاستحقاق الانتخابي في هذه المرة ليه طبيعة خاصة حضرتك بتقراها شايفها، شايف ملامحها ازاي؟ ليها طبيعة خاصة كبيرة جدا طبعا. طبيعة خاصة طبعا من المرشحين، عدد المرشحين ده أكبر عدد مرشحين بعد 30 يونيو، إن في أحزاب يعني ثلاث مرشحين بيمثلوا أحزاب مختلفة ومرشح مستقل. ده تأكيد على إن الأحزاب بقى ليها دور داخل الدولة المصرية، الأحزاب عايزة يكون ليها دور، عايزة تبقى تساهم وتشارك في الحركة السياسية. لو قلت لحضرتك قولي نسبة يعني القاعدة الجماهيرية للأحزاب المتنوعة وخاصة المشاركين في الانتخابات الرئاسية، حضرتك بتقرأ نسبتهم ازاي؟ لهم قاعدة شعبية بنسبة تليق بالانتخابات المصرية ولا لا؟ هو طبعا احنا لازم نؤكد على نقطة مهمة جدا، ان الأحزاب في الوقت الحالي هي بتسعى ان يبقى ليها دور في الشارع المصري، ان يبقى ليها قاعدة جماهيرية داخل الشعب المصري. يعني لو شفنا حزب الوفد ليه قاعدة تاريخية يعني داخل الدولة المصرية، إذا في ليها قاعدة داخل الدولة بتسعى أيضا أنها تعمل داخل الدولة في وسط أبناء الشعب المصري في وسط الدوائر المختلفة عشان يكون ليهم دور، لكن لسه ما زالت في الوقت الحالي طبعا محتاجة أدوار أكبر، أن يبقى في قاعدة ليهم جماهيرية في داخل الدولة وفي المحافظات المختلفة. الأحزاب عليها دور كبير جدا أنها تقدم الكثير من المساهمات والكثير من الخدمات للمواطنين ويبقى ليها تواجد كبير في الشارع المصري، وأعتقد أن دي بداية وبداية جيدة جدا في الوقت الحالي. طيب أستاذ جميل، يعني اللي حضرتك قلت من شوية أن الناخبين المصريين شايفين الأزمات اللي البلد عايشة فيها والمشاكل اللي العالم كله بيشوفها، وهم بالتأكيد لديهم برضو في الدول اللي هم يعني عايشين فيها دلوقتي أزمات اقتصادية، لأن الأزمة الاقتصادية على العالم كله، بيواجهوا تحديات في هذه الدول وبيشوفوا المقارنة ما بين الأماكن اللي هم عايشين فيها وما بين بلدهم الأم مصر. هل الدولة نجحت في الربط ما بينها وما بين أبنائها لأنها توضح لهم برؤية واضحة المشكلات اللي موجودة عندنا، فيقدروا من خلال هذه المشكلات الاختيار والاختيار بشكل أفضل؟ هو طبعا خلي بال حضرتك برضو ان الانتخابات دي بتمر بظروف صعبة جدا، ظروف سياسية وظروف اقتصادية وأمنية على في المنطقة وفي العالم كله بشكل كبير. طبعا المواطنين المصريين في الخارج في العديد من المبادرات تمت خلال الفترة الأخيرة خلال العشر سنوات الماضية مع المواطنين المصريين في الخارج من خلال وزارة الهجرة والمصريين في الخارج، وكان في زيارات كتيرة بتتم للوزراء إلى الخارج ولقائهم بالمواطنين المصريين وشرح كل الأحداث وكل ما تمر به الدولة المصرية، وكان في أيضا استقبال لعدد كبير من المواطنين من
من خلال اتحاد الجاليات المصرية اللي متواجدة في الخارج ولقاءات معهم مستمرة والعمل على شرح كل ما يتم داخل الدولة. المواطن اللي في الخارج شايف بالضبط ما تمر به الدولة المصرية، ظروف اللي حواليها بشكل كبير. طبعا هو شايف ايضا ان في ازمات بتمر بالعالم كله وازمات في الدول اللي هم عايشين فيها، وده مش خفي على حد ان كل العالم يمر بازمات جراء طبعا الازمة الاقتصادية العالمية، حرب روسيا الاوكرانية، ومن قبلها طبعا جائحة كورونا اللي اثرت على العالم ككل. اذا في ازمات في كل دول العالم، ومصر طبعا دولة من ضمن الدول العالم فبالفعل فيها ازمات. فلهذا السبب المواطن اللي في الخارج، المصري اللي في الخارج، عايز يثبت انه هو مش منفصل عن دولته، بالعكس هو هينزل وهيصوت بنفسه ويعطي اللي شايف انه هو الاصلح ليه في ظل الظروف المحيطة بالدولة المصرية والظروف المحيطة بالعالم، واللي هيقدر ان هو يقدم للدولة المصرية ايه من في المجال الاقتصادي وفي المجال الامني وفي